مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي تزامنا مع انطلاق مليونية 25 من شباط ضد حكم الأحزاب الفاسدة. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا حياكم الله. وكذلك سينضم إلينا دكتورة بشرى عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين من بغداد. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نبدأ هذه التغطية، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه التغطية والمتابعة الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرار زخمها. وللمصادفة مليونية اليوم، يعني مليونية 25 من شباط من هذا العام، تتصادف مع تظاهرات 25 من شباط من العام 2011 ضد نفس الطبقة الحاكمة، ضد نفس الأحزاب الحاكمة، ضد انتهاك حقوق الإنسان، ضد انتهاك كل ما يمت للإنسانية بصلة في العراق. الآن نستذكر هذه الذكرى، وإليك السؤال أستاذ حسين السبعاوي، كيف تصف تصادف التواريخ في مليونية اليوم مع نفس تاريخ عام 2011 في 25 من شباط ضد الأحزاب الفاسدة عينها التي إلى الآن هي تحكم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أولا، أنه أوجه التشابه ما بين مظاهرات اليوم ومظاهرات 25/2/2011 وأوجه الاختلاف أيضا، أوجه التشابه أنها هي نفس الأسباب، أسباب الفساد، أسباب الطائفية، أسباب التدخل الخارجي، نفس الأسباب. من أوجه التشابه أنها نفس الاتهامات للمتظاهرين من أتباع النظام السابق، القوى الخارجية الداعمة للمتظاهرين، وهذه الاتهامات. من أوجه التشابه أنه نفس الأسلوب الأمني الذي اعتمد على القتل، وفي ذلك في يوم 25/11 قتل في بغداد 29 مواطن، وقتل في الرمادي، وقتل في محافظات أخرى كثيرة. من أوجه التشابه أنه نفس الموقف الدولي الذي يكتفي بالتصريحات والبيانات الصحفية ولم يتخذ أي قرارات ضد الحكومة في العراق. هذه أوجه التشابه. أوجه الاختلاف أنه اليوم التظاهرات هي في وسط وجنوب العراق. في 2011 كانت في 15 محافظة شاركت في هذه التظاهرات. طبعا أكو مبررات وأكو أسباب لعدم مشاركة البقية التظاهرات، لكن احنا نذكر للتاريخ أوجه الاختلاف. كانت موجة ربيع عربي 2011 اللي هو سقوط نظام حسني مبارك والثورة التونسية وليبيا وإلى آخره. من أوجه يعني الاختلاف أيضا المطالب، كانت المطالب إلى حد ما هي الغالب عليها هي الإدارية وتحسين المعيشة وعدم الفساد، لم تكن مطالب قوية بإسقاط النظام كما هذه التظاهرات. لماذا لم تكن في السابق بينما كان يعني إسقاط النظام من باب أولى أن يكون هذه المطالب؟ أولا يعني عادة أي تظاهرات تبدأ بمطالب إدارية بجميع العالم، تبدأ إن لم تستجب تبدأ في مطالب سياسية ثم إلى إسقاط نظام، هذه طبيعة أي تظاهرات في أي حراك شعبي. التظاهرات كانت نتيجة فساد، كانت حكومة المالكي يعني نشرت الفساد ونهبت المال العام ورسخت الطائفية وغذتها كثير. يعني هل نستطيع القول بأن الخوف قد زال الآن، ليس هناك خوف، أم أن الجيل قد تغير؟ يعني لا أولا الجيل تغير وهناك حالة من الإحباط أو اليأس، أنه لا علاج، أن هؤلاء لا ينفع معهم مطالب إدارية، لا تنفع معهم مطالب خدمية، لأنه منذ 2011 وإلى الآن هي نفس المنظمة تحقق، إذن لابد أن يرتفع سقف المطالب، ينتقل إلى مطالب سياسية ثم إسقاط نظام. هذه المطالب، أنه عدم تلبية المطالب الأولى أدت إلى هذه المطالب.
قلت لك المواقف الدولية متشابهة، نفس الشيء كانت تصريح الولايات المتحدة، تصريحات الأمم المتحدة، منظمة حقوق الإنسان، جميعها أدانت واكتفت بالبيانات الصحفية. وهكذا تجد أيضا الأسباب نفس الأسباب، الفئة المشاركة في هذه التظاهرات تقريبا نفس الفئة باستثناء بعض المحافظات لظروفها الأمنية الخاصة بها وتدمير مدنها. المطالب شيئا ما ارتفع سقفها، وهي أنه مطالب سياسية وتدعو إلى أسقاط النظام نتيجة عدم الاستجابة للتظاهرات السابقة. هذا أوجه التشابه والاختلاف، فيبقى هذه التظاهرات، وأعتقد أنه لو أتت موجات أخرى بعدها ستكون أيضا مطالبها أكثر شدة وأسلوبها أكثر حزما. هذا أيضا وارد. أرحب بالدكتورة بشرى عبد الواحد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، تنضم معنا عبر الهاتف من بغداد. دكتورة بشرى مرحبا بك. مرحبا بكم وقناتكم وضيفكم الكريم، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتورة بشرى. دكتورة، يعني هناك تظاهرات مشابهة منذ العام 2011 إلى الآن لم يتغير شيء. تلك التظاهرات يعني كافة المحافظات كانت تطالب بتحسين الخدمات، كانت تطالب بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان، كانت تطالب بوضع حد لعمليات الاعتقال وعمليات التعذيب و تكميم الأفواق وغيرها وغيرها. والآن هذه التظاهرات الحالية هي طالبت بسقف أعلى، بإسقاط النظام، بعد أن وصل الحال إلى اليأس، يأس الشعب العراقي من كل الوعود الحكومية. منذ عام 2003 لم يشهد العراق أي تحسن أبدا، فمن سيء إلى أسوأ. المتظاهرون الآن كيف تصفين لنا زخم المليونية التي تتصادف مع تلك المليونية في العام 2011 في نفس التاريخ 25 من شباط؟ أحسنت، أنها متشابهة حقيقة في ذلك، من ذلك الزمن وهذا الزمن أيضا. وجه الشبه بالأخص يعني اللي راح أنا أشخصه، أنه في كل حقبة يسرقها السيد، في كل حقبة يسرقها السيد، وفي كل حقبة هناك قتل للشباب، وفي كل حقبة هناك تغييب، وهناك طعن بالنساء، وهناك يعني هناك يعني شلون نقول انتهاك لحقوق الإنسان تقصدين؟ نعم هناك قتل وهناك تغييب، نعم. لكن عفوا يعني ذكر الأستاذ، أنه أستاذ حسين ضيفكم الكريم، أن هناك محافظة لم تكن هناك محافظات، صح، المحافظات إربع الشمالية والغربية والموصل لم تكن في ساحاتها تظاهرات، لكن حقيقة أولادهم شيوخهم وكلهم موجودين في الساحة معنا، يعني الجميع تتظاهر معنا متكاتفين معنا، نحن شعب واحد، نحن لحمة واحدة، لا فرق بين الكردي والغربي والجنوبي والشرقي، ولا فرق بالنسبة لمساحة العراق، الكل متكاتفة والكل متضامنة في إزاحة هذه الحكومة الفاسدة. ومنذ ذلك اليوم لحد الآن نحن نعاني من هذه الزمرة الفاسدة، إصابة المنطقة الخضراء، إصابة المجوس، حقيقة هي المنطقة الخضراء تابعة للمجوس، فهؤلاء مؤتمرون بهؤلاء الأعداء، أعداءنا منذ طيب. دكتورة، يعني طوال القوات الحكومية بالأمس يعني قامت بإحراق خيام المتظاهرين، وأيضا استمرت بعمليات قنص المتظاهرين بالبنادق الصيد الخاصة بالطيور والحيوانات، يعني هذه الهجمات إلى أي مدى تؤثر على زخم هذه التظاهرات، أم أن الأمر لا يعدو عن كونه هواء في شبك، كل ما تقوم به الحكومة من تخويف أو من قوات الحكومية والميليشيات من تخويف وعمليات قمع ضد المتظاهرين يزداد زخم هذه التظاهرات ويزداد الإصرار على تحقيق هذه المطالب؟ اتجاه تظاهراتنا عكسية دائما، هي دائما عكس ما يتصرفونهم، يعني كان اليوم كان على اعتبار أنه أعلننا هناك تظاهرة مليونية أو أكثر من مليونية، فالحكومة بدأت تتحضر، يعني خلوا قواطئ جديدة، وضعوا جابوا أيضا حرس يلبسون دروع أكثر زخم، بنفس الوقت
ضربوا وحرقوا وقتلوا في سبيل أن يقللون من هذا الزخم، يخيفون المتظاهرين، لكنهم يعرفوا أن المتظاهرين كل ما تفرقوا بهالشكل هذا راح يزيد عزمهم وراح تزيد إصرارهم، وراح بالعكس هالمرة يعني يعتبرون الحكومة ضدهم. بالعكس لو الحكومة كانت بطريقة تعاملها أفضل ربما يقل الزخم، ربما ما أعتقد بهالشكل. أن حتى أكو أولاد يضربون بالحصى، صور أنا شفت اليوم أولاد على الحافة على نعم دكتورة بشرى ابقي معنا لو سمحتي. سأعود للأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، يعني مشاركة الطلاب في هذه التظاهرة في ثورة تشرين الآن، يعني طلاب جامعة الكوفة ينضمون إلى ركب هذه الثورة، حالهم كحال جميع طلبة العراق الذين شاركوا بقوة وطالبوا بإسقاط النظام. على مر التاريخ العراق يعني الطلبة يمثلون فيه العمود الفقري في تغيير يعني كفة الميزان. كيف تنظر إلى دور الطلبة في هذه الثورة، ثورة تشرين؟ ما مدى أهمية مشاركة الطلبة؟ كيف كان وقع هذه المشاركة؟ يعني نعم الطلبة لهم دور، بس اسمح لي أنه في موضوع أوجه التشابه في المظاهرات 2011. بالتأكيد نحن في هذا الصدد. أي نعم، مظاهرات 2011 سرقت من قبل بعض القوى السياسية وخاصة التيار الصدري. في هذه التظاهرات لم تسرق، هذه أوجه الخلاف والاختلاف فيما بينها. لم تسرق هذه التظاهرات على خلاف 2011، أيضا ركب موجتها واستطاع أن يسرقها تيار مقتدر، أما في هذه التظاهرات لم يستطع، ولهذا السبب تجده بدأ يصرح تصريحات غير منضبطة في هذه التظاهرات على خلاف تلك التظاهرات. أيضا من خلاف أنه كان بعض القادة قد استقالوا، منهم الفريق عبد العزيز الكويسي وغيره استقالوا من في تلك التظاهرات. في هذه التظاهرات لم نجد أحد من القيادات الأمنية قدم استقالته يعني رفض استهداف المتظاهرين. أغرب ما في التظاهرات أنه كان رئيس الوزراء المالكي طالب المتظاهرين بتأجيل طلباتهم إلى العام القادم. تتذكر يعني هي في بداية العام هو طالب بمئة يوم إذا على ما أتذكر، هذا الأول. بعدين طالبهم بتأجيل الطلبات لأن الميزانية لا تكفي، وهذا استغربت له واستهجنته جميع القوى السياسية والإعلامية. كانت ميزانية العراق في تلك الفترة 82 مليار ونصف تقريبا، قليل. طيب نحن في بداية العام ويطالبون بتأجيل، يعني كلام غير منطقي، كلام غير مسؤول، كلام غير سياسي. يطالبون بتأجيل هذه المطالب الإدارية والخدمية ونحن في بداية العام، فيعني كان استهجان كبير لهذه التظاهرات. عودة لموضوع الطلبة، طبعا هو نعم. في نحن في صدد موضوع المقارنة. نعم هناك نعم. مشاركة للطلبة أيضا في عام 2011 قوية. نعم يعني في صدد هذه المقارنة نتحدث الآن عن مشاركة الطلبة في ثورة تشرين. في كل تظاهرات نعم. تشارك فيها الكوادر الطلابية والتدريسية تعطيها زخما ثوريا، تنقلها من التظاهرة ممكن إلى انتفاضة ومن الانتفاضة إلى الثورة، لأنها زيادة زخم، زيادة عدد، يرتفع سقف مطالب. لا ننسى أنه الطلبة بجميع أعمارهم بالطبيعة قوة شبابية فاعلة في الساحة، إضافة للوعي الطلابي والسياسي لدى الطلبة، وخصوصا مطالب الطلبة واحتياجات الطلبة اللي هي أكثر إلحاحا. الطالب يحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى مدرسة نظيفة، يحتاج إلى تدريس راقي، يحتاج إلى مناهج، يحتاج إلى توظيف، يحتاج إلى كليات. مطالب الطلبة مهمة جدا، فمشاركة الطلبة في أي تظاهرات تعطيها زخما سواء على مستوى الحجم والأداء، حجمها أكبر، أداءها أفضل، بالتالي سيصعد سقف مطالبها وينتقل من المطالب كما قلنا الإدارية للمطالب السياسية ثم إلى مطالب إسقاط النظام. فالتواجد الطلبة والهيئات التدريسية تعطي زخما كبيرا للتظاهرات، وهذا ما لاحظنا أنه في أي تظاهرات تجد الطلبة يشاركون فيها يرتفع سقفها أكثر وأكثر، لأنه عادة لاحظ في كل مدرسة طلابية على الأقل 500 طالب إلى 1000 طالب، وجود هؤلاء فقط هو مظاهرة، وجود هؤلاء فقط مظاهرة، فما بالك إذا 5 مدارس إلى 10 مدارس شاركت في هذه التظاهرات. للعلم أن يعني الطلبة ودور الطلبة في تغيير كل واقع مجتمعي هو دور مهم، لذلك هم كل الدول تسعى إلى تطوير التعليم، تطوير وزارات التعليم، مناهج التعليم. لماذا؟ لكي يعني يعملوا على زيادة إثراء عقول هذه أو هؤلاء الطلبة أو هذا النوع من البشر من أجل التقدم، تقدم أي مجتمع. فبالتالي صورة الطلبة ونمط الطلبة يعني يعكس الطبيعة والصورة التي يعيش عليها أو يريد يهدف المجتمع الوصول إليها. لا اسمح لي، أنه إحنا من 2003 إلى الآن هي هناك حرب
على العلم، حرب على التربية، حرب على الطلبة، ممنهجة منظمة على المستوى الأفقي والعمودي، على المستوى الأفقي وهي أنه استهداف المدارس، عدم تهيئتها. لاحظنا يعني الطلبة يمتحنون على الأرض، عدم توفير الكراسي، عدم توفير الصبورات. اليوم العالم يعني يتكلم على الصبورة الإلكترونية اللي هي غير موجودة أصلا في العراق. اليوم الطرق إلى المدارس يعني أصبحت متعبة جدا، وقد يجوز هناك مجازفة لآباء الطلبة أن يرسلوا أبنائهم إلى طلبة، خصوصا في الشتاء والأجواء والمناخ العراقي الممطر. اليوم المدارس هي شبه آيلة للسقوط. فأما مستوى التدريس ومستوى الأداء، يعني لا ينكر اليوم أنه تفشي ظاهرة المخدرات وظاهرة حتى العنف لبعض، هذا كله ممنهج مدروس. ولاحظ أنه إيران هي أحد الأسباب الرئيسية التي غذت هذه المدارس، سواء في المخدرات وفي الحبوب والكبسلة وإلى آخره. نلاحظ كل يعني ظلال هذه الحكومة والعملية السياسية ينعكس على كل قطاعات الحياة، من ضمنهم القطاع التعليمي. نعم، لكن تلاحظ حتى مستوى التدريس، يعني أكو يعني مع احترام للمعلمين، هناك ناس غير كفاء، هناك ناس غير لا يحمل شهادة تعليمية حقيقية. نعم. نعم. يعني كأن هو مدرس في أحد الحوزات، أو مخرج من أحد الملالي، أو أنه لديه واسطة وهو قد يجوز شهادته مزورة. وهذا ما رأيناه كثيرا، وعلى مستوى النواب موجود شهادات مزورة. فإذا مستوى التعليم بدأ بالتدني، تدني كثير جدا. اليوم أكو طالب ما يعرف يقرأ ويكتب، ما يعرف يقرأ المانشيت على أساس التلفزيون. فهبوط مستوى الطلبة هذا على المستوى العمودي، وعلى كما ذكرتك على المستوى الأفقي، اليوم كم مدرسة يحتاج العراق؟ إضافة للمدارس المبنية واللي هي تحتاج إلى ترميم، اليوم لكل محافظة مئات المدارس يحتاج العراق. إذا بمعنى آلاف الأبنية يحتاجها العراق، وهذه الميزانية الانفجارية، ومع هذا لا توجد أي تطوير لبناء المدارس. كيف يمكن لبلد ما يعني أن يسهم الطلبة فيه والخريجون على تطويره، إذا كانت هناك محسوبية وكان هناك فساد وكان هناك إهمال لجميع الجوانب؟ بالتالي هي أحد الأسباب التي جعلت الطلبة أيضا يريدون أن يغيروا الواقع بإسقاط هذا النظام والعملية السياسية التي لم تأتي للعراقي بخير. دكتورة بشرة، بالعودة إليك، يعني الطلبة في التظاهرات، تظاهرات ثورة تشرين، كيف كان وقعهم وأثرهم في يعني استمرار زخم هذه الثورة من أجل تحقيق مطالبها؟ نعم، في كل ثورات العراق حقيقة كانت الطلبة هي التي تنجح هذه الثورات، على اعتبار شريحة الطلبة هي شريحة اللي الواعدة لبناء المستقبل، وهي الشريحة الواعية، وهي الشريحة التي توجه نحو بناء بلد صحيح، بلد نظيف من كل ما فيه من طائفية ومن عرقية ومن يعني كثير من الأمور. فالطلبة هم تقريبا شريان المجتمع. لماذا الدول يعني تعتني بالمدارس وتهتم بها؟ لأنه هي الشريان اللي تغذي، وهي أيضا النهر اللي يطلع بالمجتمع أنه ينظف هذا المجتمع. يعني شلون نقول إحنا نهر دجلة والفرات يعني تسقي المزارع وتنور البلد، أيضا هذا نهر آخر، نهر ثالث أو نهر رابع نعتبره، لأن الثالث هو دماء الشهداء. المدارس والتعليم هو نهر رابع يعتبر، فهذا النهر هو يصفي المجتمع، يعني يخلق أجيال جديدة قادمة، يصنع العلم، بالأخص إذا كان العلم مبني على أسس. لذلك تشوف بلدنا تراجع، لأنه الأسس اللي تبني هذا المجتمع غير متوفرة، الأسس للطالب غير متوفرة. أولا الأسس الأمنية، إضافة لما تفضل به الدكتور، أسس أمنية طبعا الآن، بيع الأعضاء البشرية وسرقة الأطفال وقتل واغتيال وتغييب واعتداءات، يعني طفلة 5 سنوات يجي أو بالخامس ابتدائي يعتدي عليها، هذا سقف أمني ماكو. فمعناتها أنه لا دولة في البلد، لا حكومة في البلد، البلد تايه، شوارع البلد تايه، ساحات البلد تايهة، مجرد هناك منطقة واحدة هي الخضراء اللي تحكم كل العراق من شمال الجنوبة، فقط هذه اللي هم متمتعين بكل الامتيازات، وأولادهم بالخارج يدرسون اللي يوصلوهم. العقل العراقي عقل نير، عقل ممتاز، فدائما الثورات تبدأ من العراق،
يعني من الطلبة. وتلاحظ طلبتنا يعني من يخلصون مراحل معينة يذهبون إلى الخارج، راح يشوف تشوفهم يعني أول شيء يجمعون درجات ممتازة، دائما يكونوا متألقين، دائما يكونوا مبدعين في بعض المجالات، مسابقاتهم يكونوا يعني الناجحين المتفوقين على العالم تقريبا، لأن الفكر العراقي فكر نير جدا من الأوائل يعني. فبالنسبة للتظاهرات، تظاهرات الطلبة هم يعني احنا نعول على الطلبة، لأن الطلبة أولا هم مجتمع كبير يعني، ومجتمع واعي، مجتمع مثقف، مجتمع نظيف. وتلاحظ أيضا طالبات ما شاء الله، طالباتنا يعني لا خافوا من تغيب ولا خافوا من قتل ولا خافوا من اعتداء، موجودين يعني أجمل الشابات يساعدنا. أنا قبل فترة شفت فيديو حقيقة عن أنه جمال النساء بالعالم كله، تطلع المرأة العراقية هي أجمل، وفعلا شوف الساحة ما شاء الله بنات جميلات بشكل مرتبات ومؤدبات، بنات عوائل، طبيبات، مهندسات، يعني رادوا أنه يطعنون بهذه البنات حتى يقعدون بالبيوت وما يطعنون. البعض يا دكتورة، البعض يا دكتورة هو يعني يعني بلا شك أنه يعني يتعمد أن يظهر هذه الصورة للعراقيين أمام العالم، يعني يتعمد الطعن ويتعمد الإساءة مع أنه يعني يحسب نفسه على هذا البلد. كيف لإنسان يقول إنه عراقي ويتكلم عن المرأة العراقية بهذا الشكل السيء؟ هذا أمر يعني مخجل، أليس كذلك؟ الإناء بالذي فيه ينضح. نعم. حقيقة الإناء بالذي فيه ينضح. هذه الحالة لو لا تعكس على هؤلاء في داخل أسرهم وداخل عوائلهم، لولا هم يعيشون حالة من التدني الخلقي والقيمي، لو كانوا يعطون قيم للأعراض والشرف، وخصوصا الشخصية العراقية مع الأسف أنه هي تمتاز بالغيرة الشديدة على قضايا الشرف أعجب لي إعلام يبث. طيب ليه ماذا القنوات الإعلامية تسمح لنفسها أن تبث مثل هذه الطعون؟ هل هم عراقيون فعلا؟ نعم يعني؟ هل أنت يعني لماذا تسمح لنفسكم أن تبث حتى لو واحد صرح مثل هذه التصريحات البذيئة السخيفة؟ لكن للأسف الإناء بالذي فيه ينضح. ويتميز الشعب العراقي اليوم ما بين هؤلاء المتظاهرين وهؤلاء المتظاهرات التي يطالبنا بوطن، وما بين هؤلاء الذين يتسكعون ويطعنون بالشرف العراقي والبنات العراقيات. وأعتقد أنه هي تكفي إهانة لهم بأنه ردت فعل المتظاهرين وخاصة النساء العراقية، عندما خرجنا في اليوم الثاني متظاهرات يعني تظاهرات نسوية خالصة، كان رد وأفحم هؤلاء المتطاولين على النساء العراقيات. عودة لموضوع الطلبة، أعتقد أيضا الطلبة نتيجة الوعي الطلابي والقوة الشبابية للطلبة يرتفع أو يتغير نوع التظاهرات من مظاهرات إلى انتفاضة، ممكن من انتفاضة إلى أيضا ثورة. أغلب الأنظمة التي أسقطت من خلال الثورات السلمية شارك فيها المتظاهرين، شاهد عليها التاريخ الحديث. نعم. للعراق أغلب الأنظمة الدكتاتورية التي سقطت أسقطت بثورات سلمية. طيب. هي التي شارك فيها الطلبة. هناك أمر مهم. نعم. يعني قضية الجهل والعلم، يعني العلم هو الذي يبني البلدان. نعم. ولكن الجهل يعني كيف يبني بلدا؟ كيف يمكن أن يستلم البلد ويستلم حكم البلد إنسان يعني لا يفقه شيئا بإدارة الدولة، فقط هو يلمح إلى جرائم ارتكبت ويعترف بها ضمنيا، ويظهر البعض أيضا ممن هم يعني يعتبرون أو يعتبرون أنفسهم هم الطبقة النخبة، سواء كانوا النخبة الدينية أو النخبة السياسية وغيرها، يعني هناك نوع من الاستهزاء بأرواح العراقيين. يعني كيف تصف ذلك وهم موجودون الآن ولهم الكلمة ولهم السطوة، حالهم حال قادة الأحزاب؟ لا، شوف أنه العلم والجهل نقيضان لا يمكن أن يجتمعان، والدولة لا يمكن أن تدار إلا بأهل العلم. الجهل يعني أنا أقصد يعني فقط في نعم. توضيح يعني أنا أقصد بالعلم هنا، يعني عندما تقول أريد أن أبني بيتا، من غير المعقول أن تذهب إلى طبيب وتقول له تعال ابني لي بيتا، صح؟ بالتأكيد. وأنا لا أقصد العلم فقط. نعم. الشهادة كذلك يعني ينطبق على المهندس وينطبق على غيره وغيره. نعم بالتأكيد. يعني نتحدث أنا البارحة تابعت سيد العزيز تصريح يعني خلينا نسميه يعني مقتدى الصدر على قناة الشرقية، وقرأت هذه التصريحات حقيقة تصريحات غير مسؤولة، بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية،
تصريحات بعيدة عن العرف السياسي، بعيدة عن القيم الإسلامية. وأنا كنت أنظر إلى هذا الرجل، هل هو رجل دين؟ تصريحات مو مسؤول، يعني مو تصريحات رجل دين. هل هو رجل سياسي؟ هذه التصريحات مو رجل سياسي. هل فيها شيء من اللباقة؟ لا يوجد. هل فيها شيء من الدبلوماسية؟ غياب الدبلوماسية كاملة في التصريحات. طيب هل هو تصريحات رجل مسؤول حزبي لحزب إن كان؟ أيضا ليس تصريحات، ولكنه لم يقل شيئا. هو قال بأنه في حال لو تم يعني رجوع السيارات المفخخة من قبل المتشددين، وصفهم بالمتشددين، لا أعرف من هم المتشددين، هل هم سياسيون، هل هم من يعني ما أعرف من أي جهة، نعم. يعني سوف نقوم أيضا بعمليات قتل بالمقابل. يعني هذه العمليات هي معروف عنها أنه السيارة من نوع بطة تسير في الشوارع، ها، وتقوم بخطف الأبرياء وذبحهم على السدة. يعني هل هذا هو الأمر الذي سيكون يعني نقطة الحل للعراق، وسيعيش العراق بعدها في جنة؟ يعني نريد أن نعرف. أولا نشوف أنه تصريحات البارحة، وكانت موضوع المفخخات، أولا المتظاهرين اليوم قتل منهم تقريبا 1000 مواطن، عشرات الآلاف من الجرحى لم يحملوا لا سيارات مفخخة ولا عبوات ولا كل شيء. هذا واحد. ثانيا التصريحات كانت من طرف واحد، تهديد من طرف واحد. أنا لم أسمع أي مسؤول ومن أي شخصية أخرى بأنه هناك يهددونهم بالمفخخات وإلى آخره. هذا تهديد من طرف واحد. طيب هذا تهديد للسلم الأهلي. لو نرجع إلى موضوع المفخخات، نعم. طيب الملف الأمني بيد من؟ يعني ألا تمر السيارة مثلا المفخخة التي فخخت في لا نعرف في أي بلد، لنفترض في إيران، في السعودية، في المريخ، في البرازيل، ألم تمر على 50 سيطرة مجهزة بأجهزة متطورة وهم بيدهم الملف الأمني؟ كيف يمكن أن يتم اتهام على سبيل المثال هنغاريا، ها، وليس هناك دليل؟ لا يا سيدي، اليوم البارح كانت أولا الملف الأمني معلوم هو بيد الدولة، بيد الحكومة، خصوصا الأحزاب الطائفية. التهديدات البارحة كانت غير يعني غير موفقة، غير منضبطة. ما علاقة السيارات المفخخة بالتظاهرات؟ ما علاقة تهديد المكونات الأخرى؟ لماذا الآن يثار هذا الحديث؟ وتهديد للسلم الأهلي. ولهذا السبب نقول أنه لابد من 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 تدخل دولي لحماية المكونات. قبل الحديث عن تدخل الدولي، نعم. يعني نأتي على الوعي المجتمعي. هذه الثورة يعني حطمت صنم الطائفية، نعم، صح؟ حطمت وهو الخاسر الأكبر صنم الطائفية في هذه التظاهرات. الآن لماذا يراد بناء وجمع العجين وجمع الطين لأيضا صنع هذا الصنم ومن ثم عبادة هذا الصنم؟ الصنم إذا انكسر لن يعود، لأن أول ما ينكسر هو في القلوب والعقول قبل ما ينكسر أمام العين. فهذا الصنم كسر، انكسرت في عقول الناس، هدمت في قلوب المواطنين بعد ما تعتبر. فالأصنام عندما هدمت لدى الوعي المجتمعي وفي قلوبها، ما عاد أحد يستطيع أن يعيدها، ما عاد أحد يستطيع أن يعيدها أبدا. هذه الأصنام يعني سقطت، نعم. اليوم هي تريد أن تحرف التظاهرات، علما أن التظاهرات هي من الوسط وجنوب العراق والمحافظات الغربية، يعني والموصل وغيرها، لم تشترك في هذه التظاهرات مع تأييدها إلها، مع تأييد الضمني الكامل 100%. اليوم يراد حرف التظاهرات، اليوم يراد عودة إلى حرب أهلية، اليوم يراد تهديد السلم الأهلي. طيب عندما يتم الحديث مثلا عن يعني قتل العراقيين وجرائم من يقوم بقتل العراقيين، سواء كانوا من جرائم داعش أو من جرائم الميليشيات على حد سواء، تمام، لماذا يغض الطرف عن موضوع من يقوم الآن بقتل المتظاهرين؟ المتظاهرون يقتلون الآن بأسلحة حيوانات، صيد الحيوانات. يعني هذا المتظاهر أبوه، ها، قام بانتخاب الأحزاب مثلا بأصبع بنفسجي، هكذا يجازون أبنائهم بقتلهم بأسلحة صيد حيوانات؟ لا، شوف أنه اليوم أليس هؤلاء عراقيون؟ بالتأكيد هم عراقيون، ولكن هؤلاء الفئة الحاكمة اليوم لا تبالي بالدم العراقي، بل هي تضحي به على أدنى شيء من أجل مصالحها. لكن اليوم هذه التهديدات يعني تهديد السلم الوطني، تهديد الوطن كامل. أنت لاحظت، سمعت من مسؤول أدان هذه التصريحات أو رد عليها؟ يعني شيء غريب. ماذا لو صرح شخصية أخرى مثل التصريحات؟ ألم تتحرك عليه دعاوى قضائية؟ من القضاء يتكلم؟ الخوف، الخوف ربما. واضح أنه هذا الذي يصرح مثل هذه التصريحات هو مهيمن على الحكومة.
وبدأت هذه التظاهرات تهدد مصالحه وتهدد كيانه وأسقطت صنمه. فبالتالي لابد أن يخرج عن السياق في تهديده في كلامه في كل شيء، يخرج عن السياقات. هل هناك ضوء أخضر إيراني باستلام مقتل الصدر زمام الأمور؟ اليوم الهيمنة الإيرانية على الساحة العراقية هيمنة كاملة على القرار السياسي والأمني والاقتصادي وكل شيء. إضافة أنه مقتدى الصدر يعني متى صرح هذا التصريح؟ بعد عودته مباشرة من قم. وكثرة زيارات مقتدى الصدر الأخيرة إلى قم. طيب ما إيران الآن فيها كورونا، يعني كيف رجع من قم؟ هل يمكن أن يتم فحص مثلا مقتدى الصدر أم لا يمكن يعني الوصول الى هذا يا الخط؟ يا سيدي خلينا نخلص من الكورونا السياسيه. نعم. وكورونا الفيروس الكورونا هذا هين يعني اهون ما يكون امام الكورونا السياسيه التي جاء سيد مقتدى بها ويهدد السلم الاهلي ويهدد المجتمع العراقي بالبطه والخطف والقتل وان عدتم عدنا. يا اخي منو عاد؟ منو تكلم وياك؟ اما ما تريد ان احد يستطيع ان يفحص. انا نشرت بعض المواقع الاخباريه او انه احد الاطباء اثناء نزول مقتدى صدر في مطار النجف قال ان تكلم مع الحمايه، قال ان حب السيد مقتدى انه نفحصه. فانا مستعد، هو الدكتور هذا موجود يفحص اي قادم من ايران. الحمايه يعني مثل ما يقول العراقي زورق عيونه، قتلوا واهانوا كثيرا. احنا اليوم امام فوضى، اليوم ما عندنا نظام، اليوم مفهوم اللا دوله موجود في العراق. ما مفهوم الدوله؟ كيف رجل ماني ما اعرف هو رجل دين سياسه ما اعرف يهدد المجتمع بالقتل والحكومه والقضاء والاجهزه الامنيه تتفرج؟ كيف هذا الامر؟ هذا معناه انه هناك ما موجود دوله، هناك مجموعه احزاب، مجموعه ميليشيات. العراق تحول الى كانتونات والى يعني خلينا نسميهم يعني قادة حرب. وهكذا الأمور تدار لمن هو أقوى، القوي يأخذ أكثر. هكذا لا توجد دولة. مفهوم تصريحات مساء أمس يغيب عنها مفهوم الدولة ويغيب عنها مفهوم المؤسسات العراقية. مؤسسات الدولة لا قضاء يتحرك، لا تصريح من سياسي يقول ما الذي يقول هذا الرجل. طيب كيف لا تدينون مثل هذه الأقوال وهذه التصريحات الخطيرة؟ اسمح لي أستاذ حسين أن أعود للدكتورة بشرى عبد الواحد. دكتورة بشرى نعتذر منك للإطالة، يعني الآن أمام هذا الرفض الجماهيري محمد توفيق علاوي مرشح الحكومة يقول إنه مرشح التظاهرات، هل هذا صحيح؟ هم يريدون أكاذ يتعكزون عليها حقيقة. أعتقد بداية حديثنا كانت إنه هذا هل هو إنسان عراقي؟ نعم هو إنسان عراقي، لكنه في حالة إنسان يتبع لهذا الوطن يخون هذا الوطن يقتل أولاده، هذا مرفوض جملة وتفصيلة من الوطن ومن الشعب ومن كل القيم الأخلاقية والقيم المجتمعية اللي هي تحكم هذا البلد. يعني هذا الشخص اشتط عن هذا الوضع المجتمعي، فعليه أن لا يعتبر نفسه من هذا المجتمع، ثم أنه منتمي إلى ما بعد ما خلف الحدود، منتمي إلى دول أخرى. يعني كيف هو يجلس في مكان ويصرح لمكان آخر على أساس؟ ثم أنت شنو هذا الشيء اللي خلاك تجي؟ ليش يعني التوقيت أنه يوم 25 شباب أنه تجي يوم 24 حتى تطلع بالتلفزيون حتى تسرق الثورة؟ ليش يعني؟ ليش بهذا التوقيت؟ ليش ما طلعت من الأول؟ ليش ما جيت احتويت الشباب وقلت لهم أنا أبوكم وتعال اسمع كلامي؟ أروح لهم للساحة، لهم لا بعبوا ولا يخافون ولا يأكلون أحد، فأروح للساحة وأحتويهم وأغير أداء صدق عندكم موضوع تغيير. صار نهاية 17 سنة، وين التغيير اللي سويته؟ فبالنسبة للعلاوي المرفوض جملة وتفصيلا من الساحات اللي جاءت بها القبعات الزرق والصفر وبعض مندسين سموهم باسم الحشد اللي هم تابعين لإيران، وبعض من قوات إيران جابوهم ووقعوا ربما أو اعطاهم ورقة أنهم وقعوا باسم المتظاهرين. لا ندري، هؤلاء لا يمثلون المتظاهرين السلميين، نحن المتظاهرون السلميون ولا أحد أخذ رأينا. راحوا كم واحد من أصدقائنا أنه يعني رادوا أن يعبرون عليهم أو ربما هم
مناصب او في امر معين، ربما حتى فلوس، ربما الله اعلم النفس اماره، يعني انه تخون، يعني سبحان الله مو كل انسان هو نفس الانسان الاخر، نفس نفسيته، فراحوا قابلوا العلاوي وقابلوا الرئيس وقابلوا ما اعرف منه. فاحنا بالنسبه لهذول لا يمثلون راي كل الجماهير ولا كل الساحات، لمن يمثل رايه؟ كثير ناس راحوا من شباب. طيب ابقي معي دكتورة بشرى. اياد علاوي، علاوي مرفوض، محمد علاوي مرفوض من جمله وتفصيلا من كل المتظاهرين. نعم دكتورة. استاذ حسين، يعني قبل الحديث عن الموقف الدولي، يعني يأسنا من موضوع الموقف الدولي ولكن سنتحدث ايضا فيما يخص يعني رفض الجماهيري لمحمد توفيق علاوي. يتحدث محمد توفيق علاوي أنه مرشح التظاهرات، الاتصال مع بومبيو كيف يعني راقبته؟ هل هو دعم؟ هل هو ماذا؟ لا لا، هو اليوم لو كان فعلا مرشح التظاهرات لما خرجت التظاهرات اليوم رافضة له، بل منذ اليوم التكليف إلى الآن والمتظاهرين يرفضون محمد علاوي. محمد علاوي هو يعني مرشح البرلمان، مرشح الكتلة السياسية، وتحديدا مرشح كتلة سائرون وكتلة البناء المدعومة من قبل إيران. فإذا محمد علاوي ليس مرشح المتظاهرين، أنه أتى بعشرة أو عشرين متظاهر ووقعوا له بالتأييد، هذا لا ممكن. أي واحد يستطيع أن يلوم المتظاهرين بالمئات الآلاف، أحيانا يصل للمليون. أنا أستطيع أن أتي بمئة ويوقعون، هذا الأمر معيب جدا، هذا ليس أسلوب سياسي، هذا أسلوب سرقة. لو كان محمد علاوي مرشح المتظاهرين لكان أيدوا المتظاهرين وكان خرجوا، لا يعني اليوم ما كان خرجت التظاهرات، كان الخروج عكسي، هو تأييدا. اليوم المتظاهرين هو الرد الفاصل والرد الواضح على أنه محمد علاوي لا يمثل المتظاهرين بل هو يمثل الكتلة السياسية. ومع هذا أنه اليوم محمد علاوي هو مسؤول في إرضاء الكتل السياسية على الكابرات الوزارية، الذي يدعي بأنها هي حكومة مستقلة وحكومة تكنوقراط وحكومة مستقلين، في حين هو ما شاغله شاغل إلا الكتل السياسية. كيف تقنع أي مواطن عراقي بأن حكومتك ستنبثق عن المستقلين؟ طبعا معظم من يعني يتم تكليفهم أو يكون مرشح منذ البداية، يعني على مدى هذه السنين التي مضت، يعني يقوم بإعطاء التزامات ووعود للشعب العراقي وأداء يمين، أداء القسم وما إلى ذلك. الآن أصبحت الأمر أكثر تطورا قليلا، يعني إعطاء يعني كتابة تغريدات أو التغريد على تويتر، هناك وعود كثيرة ألتقها خصوصا محمد توفيق علاوي. هل يستطيع فعلا الالتزام بهذه الوعود أم أن الأحزاب الكلمة الفصل؟ لا لا، محمد علاوي أطلق وعود لا يمكن أن يستطيع أن يفي بها. أولا هو مرشح الأحزاب، كيف به أن يحاسب قطرة المتظاهرين؟ ومعروف من قتل المتظاهرين، الأحزاب. طيب يتكلم عن الفساد ومحاسبة الفاسدين، ومعلوم من هم الفاسدين. اليوم قيادات الأحزاب ووزرائهم وموظفيهم هم الفاسدين، وهذا تصريحات مسؤولين الحكومة العراقية. طيب كيف سيحاسبهم؟ يتكلم عن الحد من النفوذ الخارجي في العراق. أنت تستطيع أن تحد من نفوذ إيران في العراق ونفوذ الولايات المتحدة؟ لا تستطيع. فإذا محمد علاوي جاء ألزم نفسه بتصريحات لا يقبلها عاقل ولا يستطيع أن ينفذها ولا 1%، في الوقت الذي يدعي أنه مرشح متظاهرين وهو ضد الكتل، واليوم هو يستجدي موافقة الكتل على حكومته. هناك تناقضات، لكن هذه التناقضات سقطت. اليوم المجتمع العراقي ما عاد تنطلي عليه هذه التصريحات، هذا الكلام. اليوم المجتمع العراقي يريد أفعال، لا يريد أقوال. وأعتقد حكومة علاوي أو محمد علاوي سقط قبل أن يسقطه الجمهور، أو قبل ممكن حتى يسقطه البرلمان لا يوافق على كابينته الوزارية. لكن هذه التصريحات وهذا الأسلوب في تشكيل الحكومة، أنا متابع تشكيل الحكومة والمشاورات وإلى آخره، هو أسلوب أسقط محمد علاوي قبل أن يكون رئيس وزراء. ولا يمكن محمد علاوي أن يمضي قدما، هي العقبة الأولى، العقبة الأولى وما بعدها عقبات كؤود. العقبة الأولى هو التصويت على الحكومة، وفي كل يوم يتأجل وكل يوم يتأجل، يعني الحصة ما مكتفية. طيب كيف له أنه إذا صوت على حكومة أن ينفذ برنامجه؟ أنى له ذلك؟ كيف يستطيع أن يأتي بانتخابات حرة نزيهة، يعني انتخابات عاجلة؟ هذا أنى له ذلك؟ كيف لا يمكن لمحمد علاوي أن يفي بهذه الالتزامات؟ وأعتقد الحكومة أو شخص محمد علاوي
كرئيس وزراء انا لا اتكلم عنه شخصيا، لا يوجد خلاف بيني وبينه شخصيا، لا يعني الموضوع ليس استهداف شخصي وانما استهداف كمرشح رئيس وزراء. هو سقط قبل ان يسقط، سقط قبل ان يمارس مهامه كرئيس وزراء، وعلى اسقاطه المتظاهرون، ولست انا ولا احد يعني غيري. دكتورة بشرى، يعني المتظاهرون كيف ينظرون الى وضعيه محمد توفيق علاوي الان؟ يعني الاحزاب، هو مرشح الاحزاب، يعني هو يعني اطلق وعود بانه سيتم محاسبه قتلة المتظاهرين، هل يستطيع ان يحاسب من رشحه؟ بالتاكيد لا، لانه هو اولا الان كابينته حقيقه لو ترجع للشخصيات اللي شكلها بالكابينه، ناس اولا غير كفؤين وغير نزيهين، هاي اول شيء، هاي اول الخطوات الاولى يعني، او اول النقاط اللي احنا نسجلها عليهم، يعني شخصيات مهزوزه، شخصيات مندسه، شخصيات من احزاب. ثم ايضا هو من رشحه؟ امس مقتدى الصدر يقول انا اللي رشحته، هو قال بلسان انا وافقت عليه، لهم كم واحد جابوا لي انا وافقت بس على هذا، لانه شخصيه ضعيفه ويقدر كلش سهل انه ينصاع لاي امر اخر. ثم هو من عائلتهم ايضا، حتى تبقى هاي السلاله باقيه بالحكم جابوا هذا لانه اقرب شيء لهم، قال عليه على اعتبار هو يمثل عائلتهم، وايضا متجذر مع المجوس حقيقه، مع جاره ايران الوصفه اللي تعبتنا، جابت لنا كل الاوساخ، جابت لنا من زمان الحروب، جابت لنا حرب ايران ذاك الزمن حرب الثمانينات، جابت لنا الان الحرب والقهر مال هاي الحكومه، وايضا جابت لنا الكورونا فوق كل هذا يعني، والله اللي يعلم ايش راح تجيب لنا بعد. فهاي جاره سوء وده تصدر لنا، وين السيء اذا تجيبه؟ طيب. هل بالحكومه شخص نظيف بحيث كلهم اللي جايبتهم ايران، هل هناك شخص نظيف ووقف للبلد وكان انسان وطني وشريف ونزيه وما سرق؟ كل اللي جابتهم ايران. طبعا هو هذا حديث الساعه الان، يعني الفيروس كورونا حديث العالم الان، العالم كله متخوف من هذا الفيروس. هناك اصابات ظهرت في العراق بشكل رسمي في كركوك، 4 حالات إصابة بالفيروس، الحدود مفتوحة على مصراعيها، يعني يتم الحديث عن أن هناك يعني أجهزة ويتم الكشف عن هذا الفيروس من قبل أناس يعني يلبسون نفس اللباس الصيني اللي يعني الوقاية من الإصابة. ولكن يعني هل ترى أن الحكومة فعلا تمتلك القدرات على يعني حماية العراقيين؟ طبعا واجب الحكومة دائما هو حماية العراقيين، وهي تعمل على حماية العراقيين. شوف، اليوم الحكومة لا تستطيع، إلى الآن هي تعمل لا تستطيع مواجهة هذا المرض. نعم. ولا تستطيع منع تسرب هذا المرض. طيب. يعني أنت اليوم إذا ما تستطيع أن تواجهه في من خلال مؤسساتك الصحية، على الأقل تمنع دخوله إلى البلد من خلال المسافرين والرحلات. جميع الدول العربية وأغلبها، يعني عندك كويت، إمارات، بحرين، العراق، ولبنان، جميع هذه الدول انتقلت إلى العدوى من إيران، جميع هذه الدول تصريحات رسمية أنه هذه المسافرين إلى إيران من عندما عادوا جربوا معهم هذا الفيروس الخطير، هذا وباء طبعا. طيب أنتم اليوم إذا ما تقدرون وما تمتلكون القدرات الفنية الكاملة لمواجهة، والعراقيين يشكون بأنه قدراتهم في مواجهة هذا الفيروس، لأن هي الصين حجزت عن مواجهته. طيب امنع، أوقف، أقطع الحدود، امنع السفر، اجعلوا المسافر أنه يدخل في حجر صحي حقيقي، مو أنت وهو يمشي دقيقة بس تفحصه، هذا يحتاج له يعني حجر صحي لمدة 14 يوم. بالأمس حصل يعني اتصل بنا الدكتور، كان ضيفا في البرنامج، وتحدث عن وصف الإصابة في النجف التي حصلت للطالب الإيراني، يقول بأن يعني حاضنت الفيروس 3 أسابيع، ولكن إصابة هذا الإيراني يعني كتأريخ 2 أسبوع. يعني كيف يمكن أن يعني نفسر ذلك؟ هل هو تعمد بإدخال هذا الفيروس؟ هل من المعقول أن الحكومة تقتل نفسها؟ ما أيضا هي مهددة. لا، هو اليوم هذا الطالب عاش مع مجموعة طلبة داخل النجف، وذهب إلى زيارة الإمام علي، وعاش في مناطق التجمعات، وإحنا قلنا أنه الحضانة لهذا الفيروس من 2 إلى 3 أسابيع، وأما مراحل العدوى تبدأ من اليوم الأول. طيب إذا كم شخص التقى به هذا الشخص قبل اكتشاف أمره بأنه مصاب بهذا الفيروس، والآخر اللي كشف في بغداد، والأربع الذين اكتشفوا في كركوك،
إذن هذا المرض وهذا الفيروس بدأ ينتشر. أوقفوا، أغلقوا الحدود، أغلقوا الحدود حقيقة، مو تغلقوا الحدود للإعلام، بالإعلام غالقين الحدود وعلى الأرض الرحلات الطيران. إذا واحد دكتور، هناك مشروع إيراني، كيف يمكن أن تغلق الحدود؟ يا سيدي، مصلحة الناس ومصلحة المجتمع والأمن القومي، المشروع الإيراني كيف؟ بعدين أنت اليوم تقول أغلقت الحدود، يعني أنا هنا أستطيع أن أعرف أغلقت أم لم تغلق. اليوم أكو رحلة عراقية تقلع من مطار بغداد إلى مطار طهران مثلا، إلى قم، هذه الرحلة مثبتة، رقم الرحلة، الطائرة، تبعية الخطوط الطائرة لمن. أنت اليوم ما تستطيع أن تضحك على الشعب العراقي تقول أنه أغلقت الحدود والرحلات هي مستمرة. كيف أغلقت الحدود؟ بعدين هاي لاحظ أنه أغلب الذاهبين إلى إيران وإلى قم من الساسة، من طلبة، من رجال الدين، من التبعية الإيرانية، من كذا. يا سيدي، أنت اليوم مهدد بلد كامل، 30 مليون مهددين أمام هؤلاء الذاهبين إلى إيران وعايدين، وكل من يريد يأخذ الصك من إيران أو يأخذ الموافقة من إيران حتى يأتي إلى العراق ويحصل على مكسب أو على منصب. هل هؤلاء أساس الذين مثلا يبحثون عن مكاسب، هل يمكن إجراء الحجر الصحي عليهم؟ لا يا سيدي، الحجر الصحي على الناس البسطاء. هؤلاء الناس هم فيروس بحد ذاته، حقيقة هم فيروس، يعني هو فيروس في أداء، فيروس في مكانه في العمل، إضاف له أنه ينقل لنا الفيروس من إيران إلى الشعب العراقي. ألا يكفي الشعب العراقي فيروسات إيران السياسية؟ ألا يكفي الشعب العراقي فيروس الميليشيات؟ ألا يكفي الإرهاب فيروس في العراق؟ كل هذه الفيروسات اللي موجودة في العراق، ألا يكفيها أنه تأتي لنا إيران وتصدر لنا الفيروس، أو يذهب إلى إيران ويأتي بالفيروس ولا يوجد لا حجر صحي ولا كل شيء؟ وفي الوقت نفسه هو عاجز عن مواجهته من خلال وزارة الصحة وتقديم المضادات الحيوية أو مواجهة هذا الفيروس. في ختام هذه التغطية والمتابعة الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي ورغم تصادفها أيضا، هذه المليونية، مليونية اليوم، تتصادف مع ثورة 25 من شباط عام 2011 التي حملت المطالب نفسها، وإن اعتلت أو اعتلى سقف المطالب في تظاهرات ثورة تشرين إلى المطالبة بإصرار على إسقاط النظام. نشكر لكم مشاهدي الكرام طيبة المتابعة لهذه التغطية، وفي الختام وقبل الختام أشكر ضيوفي الكرام في هذه التغطية، الأستاذ حسين السبعاوي ضيفي في الاستوديو والكاتب والمحلل السياسي، والدكتورة بشرى عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا من بغداد. دكتورة بشرى شكرا جزيلا لك. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى تغطية أخرى في أمان الله.